ينعقد اليوم اجتماع عام وبالاحرى التجمع عام نقابي في جهه صفاقس تداول ما قدرتهم الشرائيه حول ارتفاع الاسعار والتضخم اللي يتهم اليوم كل شيء حول تردي الخدمات العامه حول كل ما يلحق التوانسه فيما يتعلق بمعيشتهم وظروف حياتهم. زاد كيف يعتبر الهيئه الاداريه وتعتبر الهيئه الاداريه اللي الوضع الاقتصادي ما عادش يتحمل الوضع الاقتصادي اللي ولا سيمته الاساسيه هو الضغط على المنتدبات، الضغط على الاجور، هذا الكل خلي الهيئه الاداريه تاخذ القرار في الذهاب للتجمعات والمسيرات. بالتاكيد ثم هجمه ممنهجه صايره على النقابيين وعلى كل المسؤولين النقابيين، وانتم تعرفوا الايقاف الاخ انيس الكعبي كان على اثر تعليمات واضحه من فكنه العوينه. زيد كيف يمثل اليوم عديد النقابيين في قطاع النقل ولا في عده قطاعات امام الفرق المختصه في نيه احالتهم على القضاء، وهو شيء بالتاكيد مش فقط يضرب حقهم في المفاوضه الجماعيه وحقهم في الحوار، هو يضرب حق النقابيين في التعبير عن الراي. هذا اذا كان نزيدوا نضيفوا له الهجمه الممنهجه على النقابيين وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل اللي الاساس نتاعها هو تلفيق التهم، الاساس نتاعها هو التشويه، الاساس نتاعها هو الاستهداف. نحب نقولوا عبر التجمعات هذه كونوا الاتحاد العام وهياكله مصرين للانتصار الى تونس باعتبارهم بناة هذه البلاد وساهموا بما يكفي، وراهم الجهه النقابيه ما هيش الجهه لجهه الخطابات نتاع التخوين، وما هيش الجهه لجهه خطابات نصف الدوله، لان من النقابيين بناوا الدوله، النقابيين قاوموا الخونه وقاوموا الاستعمار وعملوا ما يكفي للبلاد. اليوم حضوركم في الديراليه اليوم حضوري شخصيا في مقر الاتحاد الجهوي بناء على دعوه الاتحاد الجهوي للشغل، مشكور لكل النقابيين والنقابيات في الجهه بالتجمع والتظاهر من اجل تبليغ الرساله، هو بتكليف من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وهو زاد كيف الرساله واضحه كونه تم صله مباشره وتامه بين قياده المنظمه وهياكلها الجهويه وهياكلها القطاعيه. هم سالوك على الامين العامه للكونفدراليه النقابيه الاوروبيه. الاخ الرفيق الامين العامه للكونفدراليه النقابات الاوروبيه مرحب بها في الاتحاد العام التونسي للشغل، ومرحب بها كذلك في صفاقس. صفاقس منشا الزعماء، صفاقس منبت الحركه النقابيه، صفاقس اللي ما لقات كان النكران والجحود، واللي اليوم قاعده تختنق بواقع التلوث، اليوم قاعده تختنق بواقع الطرقات والسيارات والاكتظاظ وما الى ذلك. اليوم صفاقس مرات كان الجحود، بالرغم مساهمة صفاقس في الناتج الداخلي الخام في حدود 30%، وبالرغم انه ايرادات الضرائب نتاع الدولة التونسية الثلث منها جاي من صفاقس، ولكن للأسف على قد ما تعطي صفاقس على قد ما فما لا شعود سبب ونكر. وجودها لأول مرة تسجل الرفيق الأمين العامة للسياسية افريقيا الكونفدرالية الأوروبية معناها حضورها لهنا، وفي الحقيقة جاي في إطار التضامن النقابي، لأنكم تعرفوا الحركة النقابية هي حركة ماهيش معزولة، هي حركة منفتحة على الحركة العالمية الدولية، وتعرفوا الاتحاد العام التونسي للشغل موجود في المكتب التنفيذي تاع الحركة العمالية الدولية، والرفيقة موجودة اليوم في إطار إسناد ودعم موقف الاتحاد العام التونسي للشغل اللي اليوم قاعد يتصدى للهجمه عليه وعلى مناضليه، واليوم قاعد
يعمل على أنه يعيد تصويب عقارب الساعة في صالح تونس وما هوش في المجهول وما هوش للا. سي عثمان، مصير مبادرة الاتحاد في ظل الخطاب التصعيدي هذا؟ هاني تجاوب عليه تو. تجاوب عليه تو. نسيت جاوبنا احنا. في علاقة بالحوار تجاوب عليه تو. المبادرة وين وصلت؟ مكتب فيدي مش بنات. وين وصلت المبادرة سي عثمان؟ وين وصلت المبادرة؟ وين وصلت؟ هاني قلت. في كليكيك. لا احنا من احنا مواصلين المبادرة. واللي تزعجوا المبادرة يعمل اللي يحب. احنا نعتقدوا أن انسداد الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ما لناش اللي حلو كان الحوار، وهذا بعد الاتحاد، والاتحاد وقت اليوم معنا احزاب سياسيه ولت مشتته ولت ضعيفه ماهيش قاعده تحاول تدير بعضها. اليوم الاتحاد يلعب دور في الشغل، دعا مكونات المجتمع المدني من اجل بناء تصور في انكار تونس ولا شيء غير انكار تونس. قداش باش تزعلينا؟ تو نقول لكم بعد. اه، كثير بعد يا ولاد.